مدينة المنصورة لا تزال الأوضاع غير مستقرة أيضا، وقام المئات من أقارب شهيد المنصورة حسام الدين خاطر وأهالي قرية ميت عنتر بقطع طريق المنصورة شربين احتجاجا على التقرير الطبي الشرعي المبدئي اللي خالف روايات شهود العيان اللي أكدت أن الوفاة كانت بسبب دهس بمدرعة شرطة. وقام العشرات بقطع شارع الجيش الرئيسي من الناحية اليمنى، أشعلوا نيران في إطارات الكاوتش وأفرع الأشجار، وتم تحويل مسار السيارات إلى منطقة أخرى لسير عملية المرور. نشوف التقرير نرجع تاني. المنصورة ليلا ونهارا فارق كبير، هكذا كان ليل المنصورة مشتعل يشهد احتجاجات ومسيرات وهجوما على المبنى القديم الأثري لمديرية أمن الدقهلية. أما نهارا فكانت الأوضاع هادئة نسبيا، ولدى أهل المنصورة التفسير. تبقى دلوقتي هادية وبعد كده بالليل بنفاجئ باشتباكات واشتباكات بين الطرفين، مش هلوم على الطرفين. قدامك كمان 3 4 ساعات هتلاقي بقى في ناس بتيجي من الناحيه دي مثلا كده بيجيبوا اطفال صغيره ويفضلوا زقلوا هنا فين عند الجماعه اللي هنا دول اللي هم بتوع الامن، وهذا الوضع اللي بيحصل بالليل غير بالنهار. يعني انا ضد الضرب اللي بيحصل في المديريه، وضد اللي بيحصل في ان هم يولعوا وكل حاجه، واحنا لو وقفنا اتظاهرنا بشكل سلمي الناس هتنزل. بنبدا نتجمع من بعد الساعه 4 ها، وبنبدا نقف وقفه احتجاجيه وبنسيب مصالح الناس تمشي. بنجيب حق الشاب، عيل طفل ما دهسته عربيه مدرعه، ازاي يجي لهم قلب يدوس على طفل واقف عنده 14 سنه عربيه مدرعه؟ فين حقهم؟ فين حق الشهداء؟ الحل ده مش امن، الحل ده سياسي. يا رب يحميها ويا رب يعني تبقى دي ام الدنيا فعلا. من جهتها اعلنت مديرية امن الدقهلية عن القاء القبض على افراد من خارج المحافظة هم وراء تأجيج الوضع في المنصورة. كان في بعض المتظاهرين كانوا بيتظاهروا وكانت جميعها مظاهرات سلمية، وللاسف اندس داخلهم بعض المخربين وقاموا بإلقاء الملتوف والحجارة على مبنى ديوان المحافظة وكذلك على المديرية القديمة، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمبنيين، وكذلك قاموا بهدم سور المديرية القديمة بالاقتحام. كيف تعاملت مديرية الأمن أو قوات الأمن عموما مع هؤلاء المتظاهرين؟ احنا بنمسكنا الناس من بلاد تانية غير الدقهلية، محافظة الدقهلية، جايين هنا وعشان يعني يخربوا ويحرقوا في البلد. أما المحافظة فرأت أن دورها احتواء المطالب الفئوية وليس المظاهرات السياسية. المظاهرات دي مظاهرات لها طابع سياسي، إنما احنا لنا دور تنفيذي، فإحنا بنتعامل مع المظاهرات الفئوية أو الاحتجاجات الفئوية، لكن الحاجات الأخرى دي لا دخل لنا بيها طبعا. احنا بنتعامل مع الاحتجاجات الفئوية، اضراب سواقين، كلام من ده، ناس عايزة مطالب معينة خاصة بالري، خاصة بالزراعة، خاصة بالرصف، احنا بنتناولها. اما المظاهرات الاخرى فلا دخل لنا بيها واحنا بنحترمها. غداة ليلة من المناوشات والاشتباكات التي شهدتها مدينة المنصورة، ها هي حركة الحياة تعود لطبيعتها نهار اليوم. إيمان توني، 90 دقيقة، قناة المحور.